لأنه كلنا مقتنعين إنه عملية الحفظ في الرياضيات وخاصة القوانين فيها صعوبة وديمومتها قليلة جدا. يعني ممكن أحفظ القانون مثلا لو سألت أي واحد فيكم عن مساحة المحلة مثلاً مساحة المثلث. نعم استخدمت أبعاد المثلث في حساب مساحته صح؟ شو هم الأبعاد اللي استخدمتهم في حساب مساحة المثلث؟ شو حكت جنى؟ شو حكت فضل السؤال؟ استخدمت طول القاعدة والارتفاع. بنحاول قدر المستطاع إنه نبتعد عن عملية الحفظ وخاصة لما بيكون عندي كم هائل من القوانين سواء للمساحة مساحة كلية أو جانبية وللحجوم ولمجسمات مختلفة منها الأسطوانة منها المخروط منها المكعب. فإحنا اليوم إن شاء الله راح نحاول نعمل عملية استقراء للعلاقة بين حجم المنشور والأسطوانة. هاي عملية الاستقراء إن شاء الله راح تمر بمراحل. تبدأ بحساب حجم المنشور ثم ننتقل بعد ذلك إلى منشور رباعي منشور خماسي وصولا إلى الدائرة حتى نعتمد عليها في حساب حجم الأسطوانة. هون يا صبايا عندنا مساحة موحدة على جميع هذه الأشكال اللي هي باللون الأزرق. شايفين هالمساحة؟ هاي مساحة موحدة على مجموعة من القطع المربعة. هاي المساحة اللي أمامك كل مرة راح نزيد عدد النقاط اللي مرسومة على هاي الدائرة. في البداية في أمامك ثلاث نقاط مرسومة على هذه الدائرة، بعدين أربع نقاط وهكذا. الآن كل مجموعة رقم واحد راح تستلم هاي الدائرة اللي عليها ثلاث نقاط، والمجموعة الثانية راح تستلم الشكل اللي عليه أربعة، ومجموعة ثلاث وين ثلاث؟ تفضلوا خمس نقاط، والمجموعة تستليها الرابعة خمس نقاط وستة، وبيبدأوا يتزايدوا النقاط على نفس المساحة. كل مجموعة الآن استلمت نفس المساحة باختلاف عدد النقاط اللي موجودة على هذه المساحة. راح أعطيكي هاي المغرفة، شو راح تسوي؟ راح تثبتيها أنت وأعضاء مجموعتك حوالين النقاط اللي معاكي. بعد هيك كل مجموعة، وراح أسأل رقم اثنين من كل مجموعة عن الشكل اللي نتج، يا ريت على اللوح نسجل الشكل اللي راح ينتج معنا، فقط الشكل، ما هو الشكل الناتج؟ سجلي لي ما هو الشكل. تفضلي. ما هو الشكل الناتج؟ نسجله. تفضلي. ما بدي تسجلوا لي مساحة، بدي تسجلي تقريبا شو الشكل الناتج معاكي. نعم على اللوح ما هو الشكل الناتج معاكي؟ معلش نرفع
الألواح رئيس المجموعة يرفع اللوح الأشكال اللي ناتجة اللوح شو كتبت على اللوح شو كتبت شو الشكل اللي ناتج معاهم مجموعة رقم واحد ناتج معاهم مثلث بزيادة النطاق نتج مربع بعد المربع نتج عنا وين خماسي نعم هاي خماسي هذول الجماعة نتج خماسي وسداسي وشو عنا ثماني تقريبا هون أكثر من مجموعة نتج معها تقريبا الشكل يميل لأن يكون دائرة يميل لأن يكون دائرة هلا بدنا رقم اثنين من كل مجموعة تشرفنا هون على الترتيب ناخذ الأشكال الناتجة نلقي نظرة كلنا على الأشكال رقم اثنين من كل مجموعة رقم اثنين من كل مجموعة نشوف الأشكال اللي ناتجة ممكن نقف بالترتيب ثلاثي مثلث مربع خماسي نعم خماسي سداسي هون تقريبا ثماني هون بدأت الأمور تروح لشكل إيش؟ لشكل الدائرة شكل الدائرة إذن هو نفس المساحة كلهم كانوا نفس المساحة اللي في الأزرق لكن زيادة عدد النقاط حوالين المنطقة اللي في الأزرق أعطاني نعم غير في الشكل يعني وكأنه صار زيادة في عدد الأضلاع زيادة في عدد الأضلاع أعطاني أشكال مختلفة يعطيكم العافية واضحة الأشكال واضحة هاي كلها أشكال ليش بنحكي عنها أشكال لأنه ما إلها ارتفاع حتى أحكي عنها مجسمات أيوة الشكل له وجه واحد ما إله ارتفاع نعم ما بقدر نملأه بمادة تفضلوا شكرا جزيلا طيب بدي اسالكم الان صبايا ما الذي ينقلني من الشكل من شكل الى مجسم ايش اللي بنقلني هذا مثلا ثماني صح شو اللي بده ينقل الثماني من شكل الى مجسم شو اللي بده ينقل اتفضل الارتفاع بالضبط اضافه بعد ثالث وهو ارتفاع ينقل الخماسي من شكل الى مجسم راح اوزع عليكم الان بعد ما لاحظنا على نفس المساحه نفس المساحه اتغير الشكل من ثلاثي الى رباعي الى خماسي تقريبا بزياده عدد النقاط تحول الى دائم هلا كل وحده فيكم في هاي المجموعات راح تضيف بعد ثالث نشوف هاي الاشكال اللي معانا تنتقل من الى ماشي كل مجموعه الان راح تستلم هذا الشريط حتى تعمل منه بعد ثالث بنحاول نضيف بعد ثالث نرجع الآن للألواح ونحاول نكتب ما هو الشكل اللي ناتج معاي بعد ما أضفت البعد الثالث بعد ما أضفنا بعد ثالث ما هو الشكل اللي ناتج نحاول نشوف ما هو الشكل اللي ناتج معانا
احنا من قبل قلنا كان عندنا مثلث، ثم صار عندنا شكل رباعي، شكل خماسي بزيادة الأبعاد تقريبا لما وصلنا إلى دائرة. لما وصلنا إلى دائرة، هلا بإضافة بعد ثالث، بإضافة البعد الثالث، كل منكم يحاول مين رقم ثلاثة في المجموعات؟ يرفع لنا اللوح. لا ما فينا الشكل، لنا اللوح. شوف شو كتبتوا على الألواح، شو كتبتوا على الألواح؟ منشور، منشور ثلاثي. رئيس المجموعة طلع لنا المنشور، لا بدنا المنشور الثلاثي، منشور ثلاثي، منشور رباعي، نعم منشور رباعي، منشور خماسي، منشور سداسي تقريبا، وفيما بعد منشور بدل منشور ثلاثي، نبدأ بمنشور ثلاثي رباعي تقريبا، خماسي تقريبا، سداسي ثماني، وهون يبدأ الشكل يميل إلى الأسطواني، يميل إلى الأسطواني. شوفوا هيك على البعد الثالث، انتبهوا كيف لما صار عندنا البعد الثالث. تمام، هلا لاحظوا على نفس المساحة بزيادة عدد الأضلاع وكلهم أعطيناهم نفس الارتفاع، انتقلنا من منشور ثلاثي إلى منشور رباعي إلى منشور سداسي ثماني تقريبا، مع زيادة كل ما زدنا لسه كمان هون لو زدنا عدد النقاط راح تكون دائرة أكثر وضوحا، لكن أظن هيك واضحة إنها دائرة اللي هي انتقلنا إلى ما يسمى الأسطواني. إذا الآن انتقلنا بإضافة البعد الثالث من شكل إلى مجسم. ما الفرق بين الشكل والمجسم؟ ما الفرق؟ تفضل يا بنزار. الشكل إلى ما إلى ارتفاع، أما المجسم إلى ارتفاع. نعم صحيح، انتقلنا مثلا هون من مثلث، إيش كانت هاي المثلث؟ اللي هي شكل. انتقلنا بإضافة البعد الثالث إلى مجسم. إلى مجسم، والمجسم يختلف عن الشكل. شوف اختلاف بين المجسم والشكل، شوف اختلافات بين الشكل والمجسم، بين الشكل والمجسم. المجسم هون له ارتفاع، له ارتفاع. ايش بفيدنا الارتفاع؟ شو بغير؟ ممكن ما له بمادة بالضبط. هو الارتفاع، الارتفاع اللي هو البعد الثالث حوله من شكل الى مجسم، صح؟ تحول هذا الشكل زي ما بنحكي ممكن ملقه بماده لانه له حجم، بينما لما كان شكل ما كنت اقدر، كان وجه صعب املأه بماده. طب كل هاي العمليات اللي احنا قاعدين نكون فيها شو هدفها؟ هدفها الان اعرف اذا بدي احسب حجم اول شكل شو، او اهم شغلتين، اهم شغلتين حتى اعرف الان بدي اجيب رمل واعبيه في هاي الاشكال كلها، شو اكثر شيء مؤثر الان بكميه الرمل اللي راح نعبيها؟ الارتفاع تمام. مساحة. مساحة. مساحة ايش؟ مساحة الشكل. مساحة الشكل. مساحة ايش؟ مساحة. مساحة. مجسم. مساحة القاعدة. حيوها. برافو. هلا اي شيء، اي شيء بتلاقيه بمادة رح يتأثر
أكثر بمساحة القاعدة. هاي المساحة الآن كمية الرمل بتتأثر في هاي المساحة وهاي المساحة وهاي المساحة. إذا رح تتأثر أول شيء بالمساحة، وشغلة ثانية إيش رح تتأثر؟ حكيتوها قبل بالارتفاع. إذا رح تتأثر بمساحة القاعدة رح تتأثر في الارتفاع. إذا هل نقدر نعمل أن مساحة أن حجم جميع هذه الأشكال هو مساحة القاعدة في الارتفاع؟ لا. ليش؟ أنا في أشياء بعيد مرة ثانية. هل يمكن التعميم بأن حجم هذا الشكل يعتمد على مساحة القاعدة في الارتفاع؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة في الارتفاع، واستمري مساحة القاعدة في الارتفاع. شو اللي قلنا؟ لجميع المجسمات ممكن احكي انها مساحة القاعدة في الارتفاع، لكن الان انتم اللي بيدور في بالكم انه القاعدة مختلفة، صح؟ تمام. هل هذا يمنع اني اكتب انه الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع؟ لا يمنع، مع اختلاف مساحة القاعدة، مساحة القاعدة. فالآن لما بكتب هون مساحة قاعدة في الارتفاع، شو بكتب؟ قانون مساحة مين؟ بينما هون لما بكتب مساحة القاعدة في الارتفاع بكتب مساحة الشكل الرباعي. نفس الشيء هون لما بكتب مساحة قاعدة في الارتفاع بكتب بدل المساحة مساحة الشكل الخماسي، وهكذا. لما بكتب الآن حجم الأسطوانة بدي أكتب مساحة القاعدة في الارتفاع. هلا شو بدي أكتب بدل مساحة القاعدة؟ إيش حكيتي؟ بالضبط. إذا أول شيء المجموعة الأولى شو راح تكتب بدل مساحة القاعدة؟ قانون. شو راح تكتب؟ نص ضرب القاعدة ارتفاع مين؟ ارتفاع المنشور ولا ارتفاع المثلث؟ مثلث، لأنه بحكي عن قاعدة. هو نفس الشيء بدك تكتب مساحة القاعدة في الارتفاع. ايش رح تبدل مساحة القاعدة؟ ممكن تبدله بمساحة المربع، او مثلا لو كان مستطيل الطول ضرب العرض، وهكذا. لأ لما نيجي هون بدنا نكتب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، وهون القاعدة ايش شكلها؟ عفوا الدائرة. مين بعطيني مساحة الدائرة؟ مساحة الدائرة باي نقاط ترتيع. ما المقصود في النقاط؟ الآن مطلوب من كل مجموعة تعمل بروح الفريق لكتابة قانون حجم الشكل اللي طلع معها بالتفصيل، مساحة قاعدة في الارتفاع، وتبدل لنا مساحة القاعدة بقانون، أيوة مساحة القاعدة اللي موجودة معها، حتى نطلع في النهاية بتعميم أن جميع الأشكال. لاحظوا أنه قدرنا نربط أو نستقرب من مساحة قاعدة في البداية مثلثة لمساحة القاعدة إذا كانت دائرة، ثم استطعنا انه نربط حجم المنشور بحجم الاسطواني، حجم الاسطواني بنحكي عن الاسطواني حجم. وبالتالي اصبح من السهل جدا بدل ما احفظ قوانين لجميع الاشكال افهم انه دائما الحجم مرتبط بمساحه القاعده وارتفاع، بمساحه القاعده والارتفاع. الان القاعده حسب الشكل، اذا كانت مثلث قانون المثلث، إذا مربع إذا دائرة قانون الدائرة، وهكذا. يعطيكم العافية صبايا، نرجع للمجموعات ونعمل الآن على كتابة الاستنتاج اللي هو متضمن حجم الشكل اللي نحكيه. بدنا نستلم منكم الآن حجم الشكل اللي راح ينتج معنا. آلي هل الأسطوانة تساوي أم حجم ما يساوي؟ نعم، هذا نبحث عن إيش؟ عن الحجم.
الارتفاع. القاعدة مساحة القاعدة تعتمد على تحسين الشكل المثلث. قبل شيء مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. بنفس الطريقة الحجم ماذا يساوي؟ احنا بنعيش ندور على على ايش؟ على الحجم. الحجم يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. كل يحاول يكتب الاستنتاج. نرفع الالواح ونشوف شو الاستنتاجات اللي وصلتوا لها. ارفعوا. يعني الاغلب اجمع ان حجم الشكل اللي معاه هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. اذا الحجم يعتمد على القاعدة وعلى الارتفاع. بالاضافة الى انه بعض المجموعات كتبت مساحة القاعدة الشكل اللي كان ظاهر معاها.